قسم شهر يوليو بالتباين ما بين حركة المؤشرات ما بين الارتفاع والانخفاض، فمؤشر 30 وهو المؤشر الرئيسي بالرغم من تحقيقه أعلى نقطة ليه من بداية إنشاء البورصة المصرية وهي قرابة 13800، إلا أنه أنهى عند قرابة نفس النقطة اللي بدأ منها الشهر، فبدأ عند 13417 ونهى عند 13419 محققا ارتفاعا طفيفا 18%. بالنسبة لتوقعاتنا في الفترة اللي جاية، فإحنا بنتوقع بالنسبة لمؤشر 30 أنه هيكون بيتعامل في النقطة العرضية اللي هي ما بين 13200 ل 13800. أما إذا قدر أنه هو يكسر النقطة دي، فإحنا كده بنتحرك لنقطة ال 14000، واللي إحنا كده نبقى بنحقق أرقام ما اتحققتش قبل كده في البورصة المصرية، في حين أن بنتوقع لمؤشر 70 استمرار الارتفاع متأثرا بقطاع البتروكيماويات والمواد الأساسية والمواد الغذائية، واللي فعلا شفنا ليهم حركة جيدة جدا في خلال شهر.